شباب الذي علق الأرض على المياه اليوم علق على خشبة الذي علق الأرض على المياه اليوم علق على خشبة الذي علق الأرض على المياه إكليل من شوك على هامة ملك الملائكة بالفيل كاذبا تسربلا الذي وشح السماء بالغيوم قبل لطمة الذي أعتق آدم في الأردن دير بالك عليها يسمين وقيت لصاحبك
ملك الملائكة
بارك يا سيد. تبارك إلهنا كل حين الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. Ελπίζω το Ισραήλ επί των κυρίων.
الآن وكل آوان وإلى دهر الدهر نميم. اليوم شهد سر مخطوط رهيب ومستغرب، لأن الذي لا يلبس قد يضبط، والحال آدم من اللعنة قد يكفل، والفاحص القلوب والكلى يستفحص ظلما، والذي غلق اللجة يغلق عليه في سجن، والذي تنتصب لديه القوات السماوية برادة يمثل أمام بيلاطس، والبارئ يلطم من يد مبروءة، وقاضي الأحياء والأموات يقضى عليه بخشبة، ومبيد الجحيم قد يطبخ عليه في قبر. فيا من احتمل هذه كلها برفاهته وخلص الكل من اللعنة، أيها الرب الطويل الآن المجدول. حكمة فلنستطيع فلنستقم ونستمع إلى قراءة الإنجيل المقدس. Yeah.
الزمان تشاور كل رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب على يسوع ليميتوه، فأوثقوه وذهبوا به وأسلموه إلى بيلاطس البنطي الوالي. حينئذ لما رأى يهوذا أن يسوع قد قضي عليه ندم ورد 30 من الفضة إلى رؤساء الكهنة والشيوخ قائلا: إني قد أخطأت إذ أسلمت دما زكيا. فقالوا له: ماذا علينا؟ فأنت أبصر. فطرح الفضة في الهيكل وانصرف ثم مضى فخنق نفسه. فأخذ رؤساء الكهنة الفضة وقالوا: لا يحل أن نجعلها في بيت التقدمة لأنها ثمن دم. فتشاوروا وابتاعوا بها حقل الفخار مقبرة للغرباء، ولذلك دعي ذلك الحقل حقل الدم إلى اليوم. حينئذ تم ما قيل بأرمياء النبي القائل: وأخذوا 30 من الفضة وثمن المثمن الذي ثمنوه من بني إسرائيل ودفعوها عن حقل الفخار كما أمرني الرب. ووقف يسوع أمام الوالي فسأله الوالي قائلا: أأنت ملك اليهود؟ فقال له يسوع: أنت تقول. وفيما كان رؤساء الكهنة والشيوخ يشكونه لم يجب بشيء، فقال له بيلاطس: أما تسمع كم يشهدون عليك؟ فلم يجبه عن كلمة حتى تعجب الوالي جدا. وكان الوالي معتادا أن يطلق للجمع في العيد أسيرا من أرادوا، وكان لهم حينئذ أسير مشهور يدعى باراباس. ففيما هم مجتمعون قال لهم بيلاطس: من تريدون أن أطلقه لكم، أباراباس أم يسوع الذي يقال له المسيح؟ لأنه كان يعلم أنهم إنما أسلموه حسدا. وبينما كان جالسا على كرسي القضاء أرسلت امرأته إليه قائلة: إياك وذاك الصديق، فإني قد توجعت اليوم كثيرا من أجله في الحلم. ولكن رؤساء الكهنة والشيوخ أقنعوا الشعب بطلب باراباس وإهلاك يسوع. فأجاب الوالي وقال لهم: من تريدون أن أطلقه لكم من الاثنين؟ فقالوا: باراباس. فقال لهم بيلاطس: فماذا أصنع بيسوع الذي يقال له المسيح؟ فقالوا كلهم: ليصلب. فقال لهم الوالي: فأي شر صنع؟ فازدادوا صياحا قائلين: ليصلب. فلما رأى بيلاطس أنه لا ينتفع شيئا ولكن يزداد البلبال، أخذ ماء وغسل يديه قدام الجمع قائلا: إني بريء من دم هذا الصديق، أبصروا أنتم. فأجاب جميع الشعب قائلين: دمه علينا وعلى أولادنا. حينئذ أطلق لهم باراباس وجلد يسوع وأسلمه للصلب. حينئذ أخذ جند الوالي يسوع إلى دار الولاية وجمعوا عليه الفرقة كلها
ونزعوا عنه ثيابه وألبسوه رداء قرمزيا وضفروا إكليلا من شوك ووضعوه على رأسه وجعلوا في يمينه قصبة ثم جثوا على ركبهم قدامه وصاروا يهزؤون به قائلين السلام يا ملك اليهود وكانوا يبسطون عليه ويأخذون القصبة ويضربون بها رأسه وبعدما هزأوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوا ثيابه ومضوا به ليصلب وفيما هم خارجون وجدوا إنسانا قيروانيا اسمه سمعان فسخروه أن يحمل صليبه ولما أتوا إلى مكان يسمى الجلجلة وهو المسمى موضع الجمجمة أعطوه خلا ممزوجا بمرارة ليشرب فذاق ولم يرد أن يشرب ولما صلبوه اقتسموا ثيابه مقترعين عليها لكي يتم ما قيل بالنبي اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي اخترعوا ثم جلسوا يحرسونه هناك وجعلوا فوق رأسه علته مكتوبة هذا هو يسوع ملك اليهود حينئذ صلب معه لصان واحد عن اليمين والآخر عن اليسار وكان أحد المجرمين المعلقين يجدف عليه قائلا إن كنت أنت المسيح فخلص نفسك وإيانا فأجاب الآخر وانتهره قائلا أما تخشى الله وأنت تحت هذا القضاء بعينه أما نحن فبعدل لأننا ننال ما تستوجبه أعمالنا وأما هذا فلم يصنع شيئا مخالفا ثم قال ليسوع اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك فقال له يسوع الحق أقول لك إنك اليوم تكون معي في الفردوس وكان المجتازون يجدفون عليه وهم يهزون رؤوسهم ويقولون يا ناقد الهيكل وبنيه في ثلاثة أيام خلص نفسك إن كنت ابن الله فانزل عن الصليب وهكذا رؤساء الكهنة مع الكتبة والشيوخ كانوا يهزؤون به قائلين خلص آخرين ونفسه ما يقدر أن يخلصها إن كان هو ملك إسرائيل فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به أنه متكل على الله فلينقذه الآن إن كان راضيا عنه لأنه قال أنا ابن الله وكذلك اللصان اللذان صلبا معه كانا يعيرانه ومن الساعة السادسة كانت ظلمة على الأرض كلها إلى الساعة التاسعة ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا إلي إلي لما شفقتني أي إلهي إلهي لماذا تركتني فسمع قوم من الواقفين هناك فقالوا أنه ينادي إيليا وللوقت أذن منهم وأخذ إسفنجة وملأها خلا وجعلها على قصبة وسقاه فقال الباقون دع لننظر هل يأتي إيليا ينجيه وصرخ أيضا يسوع بصوت عظيم وأسلم الروح وإذا
انشق اثنين من فوق إلى أسفل، والأرض تزلزلت والصخور تشققت والقبور تفتحت، وقام كثير من أجساد القديسين الراقدين وخرجوا من القبور من بعد قيامته وأتوا إلى المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين. وإن قائد المئة والذين معه يحرسون يسوع لما رأوا الزلزلة وما حدث خافوا جدا وقالوا في الحقيقة كان هذا ابن الله. ثم إذ كان يوم التهيئة فلئلا تبقى الأجساد على الصليب في السبت، لأن يوم ذلك السبت كان عظيما، سأل اليهود بيلاطس أن تكسر سوقهم ويذهب بهم، فجاء الجند وكسروا ساقي الأول والآخر الذي صلب معه. وأما يسوع فلما انتهوا إليه ورأوه قد مات لم يكسروا ساقيه، لكن واحدا من الجند طعن جنبه بحربة فخرج للوقت دم وماء. والذي عاين شهد وشهادته حق، وهو يعلم أنه يقول الحق لتؤمنوا أنتم، لأن هذا كان ليتم الكتاب أنه لا يكسر له عظم. وقال أيضا كتاب آخر سينظرون إلى الذي طعنوه. وكان هناك نساء كثيرات ينظرن عن بعد، وهن اللواتي تبعن يسوع من الجليل يخدمنه، وبينهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسي وأم ابني زبدة. ولما كان المساء جاء إنسان غني من الرامة اسمه يوسف، وكان هو أيضا تلميذا ليسوع. ولما كان المساء جاء إنسان غني من الرامة اسمه يوسف، وكان هو أيضا تلميذا ليسوع. هذا دنا إلى بيلاطس وطلب منه جسد يسوع، فأمر بيلاطس حينئذ أن يسلم الجسد. فأخذ يوسف الجسد ولفه بكتان نقي، فأخذ يوسف الجسد ولفه بكتان نقي. يوسف الجسد ولفه بكتان نقي. ووضعه في قبره الجديد الذي كان قد نحته في الصخرة. ووضعه في قبر جديد الذي كان قد نحته في الصخرة.
وَقَالَ
وايضا وايضا بسلام الى رب مطلوب Yeah.
والمحتفلين في هذه الأعياد الشريفة من أجل انتقاضهم والصفح عنهم وغفران خطاياهم. ركيما ركيب وجه البشر ولك نرسل الماس ايها الاب وجه الملك القدوس الان كل اوانيهم والى دغر تجري قل اخراني عندي سكيري وصفر القديس يا رب يسوع المسيح الى ان ارحمنا وخلصنا. آمين. سيدي صاحب السياده قدس الاباء الاجلاء ابنائي المحبوبون بالرب يسوع المسيح، في هذا اليوم المقدس من حياه الكنيسه، من حياة كل واحد منا، في هذا اليوم اللي ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح منشوفه إنه بيتحمل الإهانة، استهزاء، البسط، اللطم، إكليل الشوك، الصليب، الحربة، دق المسامير في يديه ورجليه. في هذا اليوم يا أبنائي اللي فيه محبة ربنا بتخاطب كل واحد منا وبتنادينا حتى نحن كمان نشترك معه في ألامه من أجل خلاصنا، نشاركه ونبادله محبته الكبيرة لإلنا اللي قادته حتى ينصلب من أجل خطايا كل واحد منا. أمام هاي المحبة يا أبنائي نحن علينا إنه نقدم ما باستطاعتنا كل واحد منا. كيف؟ في كيف إنه يقدر كل واحد يحمل صليبه الخاص، لأنه أكيد كل واحد منا في عليه صليب، صليب ثقيل، مؤلم، متعب، في البيت، في العمل،
في أي مجال من حياته أو أي مرحلة من حياته، في علاقته الروحية مع ربنا، مع شهواته، مع ضعفاته اللي مسيطرة عليه، مع ضرابة طبعه، مع علاقاته مع أخوه الإنسان، مع علاقته مع أهل بيته نفسهم. حتى في هذا اليوم علينا يا أبنائي نراجع كل هذه الأمور، وأمام صليب يسوع نحن كمان نتعهد إنه نصلب شهواتنا، نصلب ضعفاتنا مع يسوع اللي بتألم من أجلها، وهيك نتعهد أمامه إنه رح نحاول نغير ذاتنا، نخلع الإنسان العتيق اللي تلوث بالخطية بهموم الدنيا، ونلبس الإنسان الجديد اللي بعطينا إياه يسوع إلهنا الحبيب المتألم من أجلنا، ولكن كمان القائم من بين الأموات اللي داس الموت بالموت ووهبنا الحياة. هل هي يا أبناء الحياة المسيحية إنه نقدر إنه نغير ذاتنا ونقدر إنه نصبح قديسين كما أبونا السماوي قدوس؟ أبنائي، بنعمة الله وبركة والدة الإله للسنة الثالثة، ببركة صاحب السيادة المتروبوليت بنادكتوس، إنه الدير المطرانية الكنيسة في الأردن بتحيي هذا الاحتفال الروحي اللي فيه بنشارك من خلال الموقع، لأنه الجلجلة والقبر المقدس هن في قلوب كل واحد منا، هن في كل كنيسة موجودة، ولكن هم موجودين كمان في بلادنا، في بلادنا المقدسة. وببركة صاحب السيادة قبل 3 سنوات حبينا إنه يكون هذا المكان في الدير، المكان اللي يشبه الجلجلة اللي فيها انصلب يسوع، حتى دائما نحن نشوف كمان محبته العظيمة لنا ويعطينا قوة للدير، ولكن كل المؤمنين اللي بيلتجوا للكنيسة وللدير حتى يقدروا إنهم يستمدوا قوة من صليب يسوع، يعطيهم تعزية، يعطيهم رجاء وثقة وفرح وفرج، لأنه بعد الصليب في القيامة، بعد الحزن في الفرح، وبعد الموت في الحياة اللي نابعة من القبر الخلاصي. يا أبنائي، نيابة عن صاحب الغبطة بطريرك المدينة المقدسة كيريوس إيرينيوس الأول، باسم صاحب السيادة المتروبوليت بنادكتوس، باسم إخوتي قدس الآباء الأجداء جميعا، باسم أخوية الدير الراهبات والراهب المبتدئ أثناسيوس، نتقدم لكلكم آلام خلاصية مجيدة، ولكن قيامة مباركة أيضا. الرب الإله يعيد علينا هاي الأعياد المجيدة المباركة، والكل بالخير وبالصحة وبالسلام، يعطي بلدنا الحبيب الأردن كل نعمة وكل بركة من لدنه، تحت دائما مظلة قيادتنا الهاشمية جلالة ملكنا عبد الله الثاني بن الحسين المعظم، اللي دائما بندرع للرب الإله إنه يحفظه ويحميه، حتى يقود المسيرة، حتى يقود نهضة الأردن لمزيد من التقدم والازدهار بعنايته الإلهية وبركات والدة الإله. يا أبنائي، تشملنا جميعا وتكون معكم، ومن هون من الدير ترافقكم لبيوتكم لعائلاتكم، وهي تحميكم دائما. صيام مبارك هاي 3 أيام تقبل واستقبال للقيام المجيد مباركة، وكل عام وأنتم بخير.
نعلن لمحبتكم من هون من الدير كمان انه بكره زي ما بتعرفوا الساعه 5 رح يجي النور المقدس. النور المقدس رح يجي من القبر الخلاصي من القدس، ورح يتم الاستقبال في كنيسة العبدلي بعد مجيء الموكب من مطار ماركا. الساعة 5 رح نلتقي في كنيسة العبدلي في الصوفية، في العبدلي في البشار، آسف. وبعدين من حب لأنه بيحكوا معي كثيرين فمش سامع مش مجمع. كمان إعلان أخير إنه الجمعة الجاي ببركة سيدنا في عنا عيد الدير، عيد دير ينبوع والدة الإله بعد الفسح بأسبوع اللي هو يوم الجمعة. العذراء بتدعيكم كلكم جميعا إنكم تكونوا موجودين، نحن فرح كبير بيكون إلنا لما بتيجوا. ربنا يحميكم وهي تعطيكم كل خير. بالعافية بخير. Hello.